ورجعنا لحضراتكم مره تانية بعد الاستراحه. دلوقتي بقى هنعمل وصفه. قبل ما ابدا في المقرمشات خلينا نعمل وصفه سريعه جميله قوي، غريبه بالكريم كراميل. هي مختلفه شويه عن طبعا الغريبه اللي احنا متعودين عليها، لان هي وصفه اساسا مش مصري. فخلينا كده نعملها مع بعض، حاجه بين الكوكيز والغريبه، لكن طبعا مش الغريبه بتاعتنا المتعارف عليها الناعمه. حاجه كده ايه تشبه الكوكيز، وهننوع في الحاجات دي بعد كده، لان الحاجات دي بجد ليها اطعمه جميله جدا جدا، بتتباع مستورده بتبقى غاليه شويه، فخلينا نحاول نعمل الحاجات دي في البيت. عندي للغريبه طبعا 125 جرام من الزبده، وعندي 160 جرام من السكر، ربع معلقه صغيره من الخميره الفوريه، عندي 160 ملي من الزيت النباتي، باكت كريم كراميل واحد، 50 جرام من السمسم وده اختياري، و100 جرام من اللوز او السوداني المطحون، انا هحط فيها لوز، وعندي حوالي يعني 14 جرام من البيكنج باودر. هو بصوا الكيس البيكنج باودر 10 جرام هيمشي حاله ان شاء الله، و400 جرام من الدقيق. خلاص الحاجات اللي بتبقى فيها حلويات يفضل ان احنا نعملها بالميزان علشان تبقى مظبوطه معانا، خصوصا لما نكون بنجرب حاجه لاول مره لازم نتعامل بالمعايير المظبوطه، الحلويات تحديدا يعني. طيب انا هنا بقى سايبه ده يتشرب كده على راحته، خليني بس ازود هنا كده شويه. ايوه 6 7. طيب هنبدا بقى، اول حاجه نعملها هنجيب بوله كده، بسم الله. هنحط اول حاجه الزبده، الزبده بدرجه حراره الغرفه، يعني ادوس كده بصباعي يسيب علامه. حلو، بصوا ادوس كده تسيب علامه، اوريكي في حته اتخن شويه زي دي، يعني ادوس كده تسيب علامه، بس ايه ما هياش لينه قوي، ماسكه نفسها. خلاص، وهنحط رشه ملح بسيطه، وهنحط طبعا كميه السكر، وهنبدا هنقلب كده. مين السكر اللي سامعه صوتها جنبك دي؟ مين حد بيوشوشك هنا؟ بصوا كده هلينها بايدي، وبصوا عموما مش محتاجه ان انا استخدم العجان مع حضراتكم كده شويه، شايفين لما نحس ان ايه الخليط بدأ يدوب كويس، تاخد حرارة الإيد بتاعتي. هاجي للخميرة، بصوا بقى معلقة صغيرة اهي، طرف المعلقة اهي، الحبة الصغيرين دول هم دول اللي أنا هضيفهم على الخليط بتاعي اهم. خلاص، كريم كراميل ده بقى بيدي لون وطعم الحقيقة يعني، ففي حاجات كده مختلفة بس جديدة وحلوة اهو. بصوا كده هناخد بقى شوية شوية، نحط الزيت شوية شوية، بسم الله، وهنقلب تاني. ومعانا أستاذ أحمد من الجيزة، أهلا وسهلا أستاذ أحمد. أستاذ أحمد ألو. أيوة فندم، أهلا وسهلا، سامع حضرتك. مساء الورد، اخبار حضرتك يا شيف عظيمه؟ الحمد لله يا فندم، اهلا بيك. انا احمد الدبيكي. اهلا بيك يا استاذ احمد، حضرتك صديق يعني قديم للصفحه وللبرنامج، ازاي حضرتك؟ ده طبعا الحمد لله. والله حضرتك اللي اخبارك ايه والولاد وكله عاملين ايه؟ الحمد لله يا فندم، ربنا يبارك فيك وفي اسرتك جميعا يا رب. ربنا يبارك في حضرتك، والله منوره الدنيا كلها والله العظيم. الله يخليك، منور بوجودكم بتشجيعكم ومتابعتكم. يعني بصراحه يعني احلى حاجه في الدنيا هي محبه الناس، ربنا يزيدك، ربنا يزيدك محبه يا رب كده في الناس كلها. امين يا رب العالمين، احنا وحضرتك وكل السامعين. ربنا يبارك فيك، والله يعني من اكثر الناس اللي انا يعني فعلا يعني بحترمهم وبحبهم يعني في الله يعني. الله يخليك، شرف ليا يا فندم، والله شرف ليا، والله محبة حضرتك دي. ده شرف عظيم لينا احنا والله، يعني منورة الدنيا كلها وقناة الأهلي بالأخص يعني. الله يخليك يا فندم، الله يخليك، لو حضرتك ليك أي طلب أؤمر طبعا يا أستاذ أحمد. الأمر لله واحدة طبعا، أول حاجة طبعا أنا متصل عشان أطمن على حضرتك طبعا و تسلم، لأني بقالي فترة بصراحة ما تواصلتش، فقلت بقى إيه يعني فرصة النهاردة كده يعني نكلم حضرتك يعني. ده يعني من حسن حظي يا فندم، تسلم يا رب، شكرا لحضرتك.
تسلم لي يا استاذ احمد، والله دايما من الناس المحترمين اللي بيعقبوا دايما على كل الحاجات والوصفات ومتابع جيد، وبشكر حضرتك بجد يا فندم، شكرا جزيلا. طيب انا حطيت كيس الكريم كراميل على الخليط بعد ما استنيت على الزيت لما يتشرب كويس قوي في خليط الزبده والسكر، تمام كده؟ بسم الله. ايوه كده، امسح بس الحته دي. اوكي هنبدا بقى نضيف ايه كده. هناخد شويه السمسم، 50 جرام يعني حبه مش كتير، حبه صغننين حوالي معلقه. اللي مش عايز سمسم ما يحطش، استبدلوه باي حاجه تانية، ممكن فانيليا ممكن اي حاجه. وبعدين هنا بقى هنقلب كده، ومعانا استاذ احمد من الاليوبيه. هحط البيكنج باودر على دي. اهلا يا استاذ احمد، اهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل الاحترام والتقدير لحضراتكم وفريق العمل. الله يبارك في عمرك يا فندم، اتفضل. كل الاحترام والتقدير لحضراتكم وفريق العمل. الله يسعدك، شكرا يا فندم، اتفضل. لقد ابدعتم واقنعتم. شكرا. وانجزتم وانجزتم. الله يخليك. حضراتكم وفريق العمل، مع حضراتكم احمد عروج، ارض الجنين غرب شبرا الخيمه. شكرا يا فندم، شكرا جزيلا، شكرا لمداخله حضرتك يا فندم. شكرا، شرفتنا ونورتنا. بسم الله. طبعا احنا يعني بصوا دي بضيف شويه شويه، كل ده انا عملته بايدي، مش هياخد خمس دقائق مع حضراتكم لحد ما احصل على خليط جميل. بس انا بقى هضيف عليها اللوز، بس انا اللوز مش هقدر احطه شرايح كده، لازم اطحنه، اخليه ايه مطحون. طبعا مش لازم لوز، ممكن يبقى فول سوداني، ممكن يبقى بندق، ممكن يبقى اي حاجه متوفره او ساده خالص لو حضراتكم بتحبوها. هي ما بتاخدش وقت ومن الحاجات الجميله جدا. بصوا كده تبدا الايه الخليط. انا طبعا بحط ليه شويه شويه، لانه ممكن الخليط اللي انا بستخدمه بدو لحضراتكم مقاديره يكون مختلف عن اللي حضرتك هتستخدميه، فيفرق في ايه في السماكه بتاعته، ممكن يربط معاكي بالرقم ال 400 جرام، ممكن يبقى اقل او يزيد شويه بسيطه صغيره. هو هنا غالبا هياخد 400 جرام بفضل الله يعني. بسم الله. بصوا كده حطيت طبعا البيكنج باودر على الدقيق. طبعا دي مش الغريبه اللي احنا متعودين عليها، ولكن هي نوع من انواع بيسموه بره غريبه، احنا بنعتبره نوع من انواع الكوكيز بس مختلف شويه. حطينا الكريم كراميل الباكت اللي هو الباودر. طبعا عندي صاج مدهون هستخدمه دلوقتي مع حضراتكم. بصوا كده اهي، شايفين العجينه جميله ازاي عملناها مع بعض في ثانيه. تعالوا بس ننقلها هنا عشان حضراتكم تشوفوها بشكل اوضح. هنا كده اهي، وهنشكلها بقى سوا على الصاج اهو، صاج مدهون. هنشيل بقى كده. وهنضف دي ونبدا بقى نكورها ونشتغل. نعم حاضر. ومعانا ام جوزيف حبيبتي، اهلا وسهلا. اهلا بيكي يا شوف عظيمه، عامله ايه يا روح قلبي؟ الحمد لله، ربنا يخليكي يا عمري، ربنا يديك الصحه وتسلم ايديكي. تسلم يا حبيبه عمري. حاجه حلوه بتعمليها، الكشري الجميل اللي عملناه النهارده تحفه دوت. حبيبه قلبي تسلمي لي يا رب. بصوا البصله بقى ما بتظبطش معايا يا شوف عظيمه ابدا، بتطلع طريه برضه. اه ليه بقى قولي لي؟ معرفش. اه هي دي بس ايديا مزحلقه، حد يفتحها لي يا ولاد يعني، محمد يجي يفتحها لي. بس بصي بقى البصله مش بتظبط معاكي، انت بتقطعيها ازاي يا ام جوزيف؟ بصراحه بعملها مكعبات صغيره، ما بعملش الحلقات زيكي كده. اه طيب ما هي بقى المكعبات دي لما بتقطعيها كده عشوائي بيطلع فيها كبير وصغير. ايوه ايوه بيطلع فيها كده. أيوة. طيب ما هي بقى احنا الكبير والصغير ده هو اللي بيفرق معانا بقى في التسويه. اه هي دي لازم تقطيعه ان شاء الله، عارفه بالمبشره في جنب كده فيها بيقطع شرايح رفيعه. أيوة. اللي بنعمل عليه الشيبسي اعمليها عليه. خلاص احط عليه الملح طيب ولا رشه واحده بسيطه قوي زي ما انا حطيت كده يديله طيب. طعم. بالنسبه لدقيق الذره الاصفر يا شيف عظيمه، لو انا عملت مثلا مقدار كوبايه احط مقدار كوبايه من الدقيق العادي؟
هتعملي كيك يعني او حاجه؟ اه مفيش مشكله. عايزه تخلي نسبه لو هي 3 كوبايات دي، عايزه تعملي نص ونص ماشي، عايزه تعملي كوبايتين دقيق ابيض وواحده ذره برضو ماشي. طيب ماشي براحتك خالص، على حسب انت بتحبي طعمه ازاي. خلاص ماشي، يعني زي ما تحبي طعمه اعمليه. انا قلت اسالك الاول عشان اعملها مظبوطه بس. لا هتبقى مظبوطه وهتبقى جميله من ايديكي ان شاء الله. حبيبه قلبي ربنا يسعدك يا رب. تسلميني، وانا لسه ما شربتش في المج بتاعك، بشرب فيه في البيت حبيبتي. بس انا هوريه كل مشاهدينا يوم الاحد ان شاء الله. ربنا يخليكي. شكرا ليكي، شكرا ليكي يا ام جوزيف. لا والله جميل واسعدني، كفايه الصور اللي انت حطاها لي على المج ده، بشكرك يا حبيبه قلبي. يعني ام جوزيف في الصعيد، وطبعا تحيه لكل اهل الصعيد. بعتت لي مج جميل، اخذت صور ليا تقريبا من على الصفحه، وراحت عامله لي مج كده. انا اصلا بحب المجات جدا، انا يعني بحب الهدايا دي قوي. فراحت بعتها لي، عامله لي المج وعليه صوره ليا، يعني اول ما اصب الميه السخنه او الحاجه السخنه اللي هشربها يديني صورتين ليا مختلفتين عشان كان عيد ميلادي. فانا بشكرها جدا، كفايه تعبها ومحبتها وانها حاولت توصله لي لحد هنا. بصوا بقى، بصوا العجينه اول ما اضغط كده لازم اجربها، لو شققت يبقى هي كده مش مظبوطه، لازم اديها تاني شغل بايديا، لازم تبقى ناعمه ما تشققش. بصوا ادوس ما تشققش، تبقى طريه عشان تطلع معايا نتيجه كويسه اهو. انا بقى ايه يعني في الشويه دول كده، بسم الله، ممكن دوسه بسيطه بس وعلى مسافات لان هي تفرش شويه، هتاخد لون كده ذهبي جميل جدا، هتحسوها كده مختلفه، عامله بين الكحك والكوكيز حاجه جميله، طعمها كمان حلو قوي. بصوا سهله ازاي، مكوناتها بسيطه وجميله. الحاجات دي في الشتاء، المخبوزات والبسكوتات والحاجات دي بتبقى جميله وعمليه، تخلي ريحه البيت يجنن، وتبقى حاجات بيتي نظيفه. ويعني يا رب انها تعجب الولاد. وطبعا نقدر نعمل ده بالشوكولاته، اقدر اضيف مكان الكريم، يعني احط كريم كراميل واقلل كميه من الدقيق واحط مكانه كميه من الكاكاو الخام، بس يكون طعمه حلو عشان الولاد يستصيغوه، فيبقى بالشوكولاته هتطلع جميله جدا برضو. بصوا كده انا انا بقى هشكل الشويه الحلوين دول، وهستسمح حضراتكم بقى عشان ما اطولش عليكم ان احنا نستاذنكم في استراحه بسيطه عقبال ما اجهز الصاج وادخله الفرن. انا مجهزه الفرن على حراره 180، هحطها على الشبكه في النص، هتاخد لها حوالي 20 دقيقه وان شاء الله تطلع معانا وتشوفوها باذن الله. في انتظار حضراتكم بعد الاستراحه.